بداية رحلتنا الصباحية سلمى اليوم مع موضوع مهم كتير، يمكن مرحلة مرينا كلياتنا فيها هي مرحلة المراهقة. قديش الشخص بهي المرحلة بيحاول يثبت نفسه، بيكون عنده اندماج أو اندفاع ورغبة وطموح في كتير من التفاصيل. أحيانا الأهالي ما بينتبهوا إلا بيقولوا إنه مرحلة طيش، مرحلة شباب وبتمر، بس هي مرحلة جدا مهمة فيها كتير من السلوكيات لازم أكيد نركز عليها. أكيد نور، لهيك بأولى فقراتنا رح نحكي عن هاي المرحلة وكيف ممكن ندمج الشباب بمحيطهم ومجتمعهم ونجعلهم أكثر فاعلية وأكثر قدرة على إظهار خلينا نقول براعتهم وخبراتهم بقلب المجتمع. كل هاي التفاصيل وغيرها رح نحكي أكثر فيها مع ضيفتنا باستديو صباحنا غير، مع الدكتورة رولا الصيداوي اختصاصية نفسية. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحي. صباح الخير. دائما لما نقول مرحلة المراهقة بيقول مرحلة اندفاع، يعني قديش فعليا أنا فيني أضبط ابني أو أضبط له هيدا الاندفاع. هون بيكون في خوف وقلق عند الأهل بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن هي المرحلة، هيدا الاندفاع فعليا أنا كأم كيف فيني أنا أتحكم فيه وبنفس الوقت يتقبل مني المراهق، لأنه هون بيكون بمرحلة كتير حساسة، يعني كل كلمة بتكون فعلا محسوبة. تمام. هلا بداية نحن بنقول تعريف المراهقة هي مرحلة النضج عند المراهق اليافع، النضج الفكري، النضج الجسمي، النضج الاجتماعي، النضج المعرفي، وهي من انواع النضج بيصير عنده هذا الاندفاع اللي حكيتي عنه. هلا الاندفاع احيانا بيكون سلبي واحيانا بيكون ايجابي. صحيح. كيف نحن بنقدر انه نتحكم بالاندفاع السلبي ونقدر نحط له اطر معينه، والاندفاع الايجابي كيف نقدر نحن نطور له اياه؟ ممكن نحن بنحكي باذن الله، يعني بنشرح بعض الامور بالخلال يعني الحلقه. طيب خلينا نحكي عن شيء كتير يمكن بيعاني منه الأهل، واللي هو كيفية تأسيس هذا خليني أقول المراهق أو الشاب، وبيبلش في عنا النفور من الشباب بشكل عام. وهون خلينا نحكي عن مفهومين، الفرض والإجبار. تمام. أنا كيف بقدر خلي ابني أو بنتي تمارس شغلات معينة أنا بشوفها صحيحة والمجتمع بشوفها صحيحة من دون ما تحس أنه هي مجبرة عليها أو مفروضة عليها؟ في نقطة مهمة إنه في من أنواع المراهقة، في عنا المراهق السليم نحن بنقول عنه، في المراهق الانطوائي والانسحابي، في المراهق المتمرد، وفي المراهق هذا بيكون الغير سوي. هلأ عملية الفرض والإجبار، إذا المراهق كان عم يعيش حياة مرحلة سوية ما عنده أي مشكلة، بينفذ كلام الأهل وبطيعهم وبيعتبر هذا أمر طبيعي بيمرق مرور بدون ما يشعروا هالتعب وهالضغوطات بين الأهل والمراهق، هالفجوة منقول عنها. لكن لما بيكون هو انطوائي وانسحابي بيصير في عنده بيرفض أي قرار، بيصير عنده آراءه الفلسفية الخاصة فيه فترة معينة، نحن ممكن تستمر الفترة بين 3 سنوات ممكن لخمس سنوات، أحيانا قد تستمر أكثر. فبصير هذا الفرض والضغط هو بيكون قرارات عادية من الوالدين، لكن بيشعر أنه هو ضد شخصيته، بصير يكون عزلة وانطواء بغرفته، بصير بيرفض أي قرار وإله آراءه الخاصة وبيعتبر هذا نقص بشخصيته. المراهق اللي عنده عناد وتمرد لا، بصير في عنده سلوكيات كتير سلبية وخاطئة ضد الأهل، وبصير بيرغب يبتعد عن الأهل وعن الأسرة وعن البيت أيضا. عملية مثل ما قلتي انه الفرض او بين الترغيب احنا بنقول والترهيب، في هون هيك شحرة صغيرة. هذا الامر هذا كثير ضروري نهتم فيه، لانه المراهق بيعتبر اي اسلوب، هلا ممكن كان طفل من تعلقه بوالديه بيعتبر هو من خوفه عليه، هون هذا الخوف بفترة المراهقة لا بيعتبره نقص بشخصيته، بصير ردة فعل سلبية. يعني ممكن انا بدي امنع ابني يطلع مع رفقاته، انا خايف عليه مثلا بالليل او اي سبب كان، هو ما بيعتبره انه انا خايف عليه، بيعتبر انه انا عم بحرمه، عم بقيد له حريته، انا عم بظلمه. فهون بدها تكون الام او الاب عندهم او المرشد التربوي او المعلم اذا او بالمدرسة أو الجامعة، إذا كان مثلا هو أحيانا مراهق بتكون لل 21، بيكون ممكن من ال 20 أو لل 21 بيكونوا كمان فترة مراهقة لكن بأواخرها بنقول، فبده يكون عنده حكمة بالتعامل معه. إذا عملية إنه ما بيتقبل منه لا ندخل شخص ثاني يرغبه مثلا بتنفيذ القرار، لكن بده يكون في حكمة كثير، وبده يكون بدنا نحن بنقول طولة بالي
كثير كثير يعني. اشرتي لنقطه يمكن كثير مهمه، كيف فينا نحن نتعامل مع هيدا المراهق وكيف فعلا ممكن يعني نقول له شو يشتغل بدون ما يعتبر هي اوامر، بس بتلاقيه بيبتعد ويتجه نحو الاصدقاء، يعني بتلاقي في عنده مجموعه نوعا ما من رفقاته او بعض الاقران بيتقبل منهم اكثر يمكن النصيحه او اي تفصيل اخر بعيدا عن الاهل. انا كأم كيف فيني مثلا استغل هاي النقطه بطريقه ايجابيه ما تنعكس بشكل سلبي، لانه احيانا بشوف المراهق عم يتاثر برفقاته في محيط سيء، في كمان مشاكل كثير كبيره ممكن يوقع فيها، لا بحس انا حافظ على هاي الشعره ونوعا ما انا ما اقول له انه يعني انت بتاخذ او متاثر ببعض رفقاتك، هون بصير موضوع مختلف، بصير عنده اندفاع لا واصرار على هيدا الموضوع. كيف فيني انا احافظ على هاي النقطه واقدر اتعامل معها؟ هلا في نقطة انه المراهق بيحب يقلد اصدقاء، بيكون عندهم مثلا كل بفتت مراهق عنده قدوة. هلا قد يكون قدوة حسنة او قدوة سيئة، مش شرط تكون، ممكن مثلا بيلتزم او بيمثل او بينفذ تصرفات صديق له ما يكون هو اصلا تصرفاته ايجابية، ممكن سلوكياته خاطئة، لكن هو بالنسبة له هذا قدوة، ممكن يكون احيانا ممثل، مطرب، معلم، مدرب، اي شيء. هلا في نقطة ما بصير نقارن ابن بمثلا شخص ثاني لو كان صديقه، لانه هي المقارنه هي نحن بنقول بتهدم شخصيته. لو بيحبه ما بيصير بين الاخوات المقارنه، فانا هون مثلا اذا بدي رغبه ويكون عنده اصدقاء وشوف انا بدي اكون متابعه بصمت، يعني نوعا ما شوف ابني، شوف سهرته، شوف اصدقائه، شوف المحيط، اذا العمليه البديله بدي اشغله بشيء، اذا ما شغلته بشيء مفيد ابني اكيد بيتوجه التوجه الغير محمود، فانا بدي اشغله بشيء مفيد، ممكن بدي ادخله مثل ما قلنا صديق للعائلة، صديق يكون هو مقرب بيحبه بيثق فيه، يعطيه الأفكار اللي أنا بدي إياها، لأنه بفترة المراهقة فعلا فترة حرجة وصعبة، تحديد هوية، بحث عن الذات للمراهق، يعني فعلا فترة هو نضج وتغير بكل فيزيولوجية جسمه، يعني هذا أمر مو سهل للمراهق. إحنا بنعتبرها فترة مراهق لكن هي صعبة جدا. طيب دكتورة رولا، يعني خلال هاي الفترة يمكن شفنا كثير من الأهل لجأوا أنه يخلوا أولادهم يندمجوا بالمجتمع وبالمحيط من خلال الجمعيات، من خلال التطوع. قد هاي الفكرة مفيدة؟ قد ممكن فعلا تربط المراهق بمحيطه بمجتمعه وتخليه مستعد حتى لما بده يفكر بمستقبله الدراسي والأكاديمي يكون عم يفكر بطريقة أوسع وكيف يفيد المجتمع اللي حواليه؟ خلينا عم نحكي اليوم أنا كيف بقدر أدمج المراهق بمحيطه وخليه أكثر قدرة على الإنتاج. في يعني بشير لأمر ضروري أنه دائما إدماج الفرد مع الجماعة مع المجتمع هذا أمر كتير محبب. الشباب بيحبوا دوما يعملوا هاي التجمعات الشبابية اللي احنا بنقول المحمودة، خلينا نبعده عن التجمعات السلبية. فأنا هون مثل ما قلتي أنه عنا جمعيات، أنشطة، مهما كانت مختلف الأنشطة، تطوعية، رياضية، خدمية، بتلاقي مبادرات هلأ عنا كتير إنسانية، هي لما بيدخل فيها هو على فكرة بصير عنده تغيير إيجابي بشخصيته، بصير عنده ثقة بنفسه أنه أنا عم أقدم شيء مفيد، مو قاعد عفواً الكلمة أنه ما في أي فائدة. وحتى لو كان بالصيف وحتى لو كان عمره 15-16 سنة، معلش يدخل هالمبادرات الإنسانية لو كانت تطوعية، يشوف أحياناً يدخل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بيعمل له طاقة إيجابية عالية لما عم يقدم خدمات لهم وعم يشعر أنه له قيمة وعم يحقق شيء مفيد بالمجتمع. كبار السن، دار المسنين يشوفون هذا الأمر، طبعاً من خلال تجمعات منظمة نحن بنقول الشبابية، عنا جمعيات كتير، عنا مبادرات شبابية، وهالمبادرات خاصة خلال الأزمة ظهرت بمجتمعنا بسوريا وضمت كتير من الشباب وصار لهم دور فعلا إيجابي وساعدوا، يعني ساعدوا الشباب على بناء ذاتهم وعلى التخلص من الأزمات اللي عايشين فيها، وخصوصي الأزمات النفسية اللي مروا بفترة الأزمة، والحمد لله خلصنا منها. يعني الحمد لله. خلينا نحكي معك دكتورة، المحيط والأهل قد ايه بيلعب دور لحتى تمر هاي المرحلة بسلام وفعلا أنا ما يكون في إلى آثار سلبية على ابني؟ يعني نحن دائما نسمع جملة إنه يعني شو أول شاب براهق أو أول بنت، نحن مرينا بهاي المرحلة كنا ما بنعذب أهالينا. كل مرحلة أو كل عمر أو كل حقبة زمنية إلى ظروفها الخاصة، الأهل قد ايش فيهم فعلا أنا أسحب ابني على بر الأمان بحيث ما أخسر جزء من شخصيته وبنفس الوقت اقدر انا اتحكم فيه بطريقة ما يعتبر انه انا يعني عم احجز له حريته، عم مفرض عليه؟ دور الاهل كبير،
والام والاب دورهم كبير، وما بيصير انه يربي المراهق احد الوالدين، لازم الاثنين سوا. يعني ما بيصير بس الدور على الاب او الدور على الام، لا الاثنين سوا يشاركوا. هلا طبعا حسب شغل الاب او شغل الام ممكن بس يكون مع بعض المراقبه، بدنا نشغله بشيء مفيد. نحن في نقطه مهمه، انا ما بدي افرض على ابني، بدي بالمسايره. هلا بده يصير عنده نوع من نقول احيانا تنمر، رفض لواقعه، رفض عصيان للاوامر، يعني هذا امر بده يمرق يعني. لكن بينما تكون نسبه كثير قليله بينما تكون نسبه كثير كبيره ويعذب ويصير في فجوات بين المراهق وبين الوالدين. بده يكون في اكيد الحوار. يعني هلا بعض الاسر بتقلك انه مثلا انا كثير بيجيني حاله اي حوار، وهلا مثلا عندنا مشكله معينه عندنا او هو عنده مشكله او ما عم يتقبل، اذا ما بيتقبل من الوالدين لا بندخل شخص للعائله يكون مقرب له يقدر يقنعه باسلوب معين بنناقشه. دوما بنقول الخيار، احيانا وقت يكون طفل صغير وحتى المراهق اعطيه خيارين ثلاثه بيختار هو، افضل ما تقولي له تفرضي عليه انه مثلا هذا الوقت انا بدي مثلا نروح انا وياك او انا لازم تنام بهي الساعه، لا اعطيه ثلاث خيارات يختار هو، بيشعر بنوع ما بحرية أكثر ما يكون هذا الضغط. هو الأمر صعب، لكن دوما لما يكون في متابعة من الصغار ويكون في مثلا ندمجه للمراهق نختار له نوعا ما الأصدقاء، محيط جيد، ندخله بأنشطة شبابية تكون فعلا فعالة مفيدة، شوي شوي هو بيتخلص من أي مشكلة. يعني يكون وهذه فترة بدها تمرق بإيجابياتها وسلبياتها بدها تمرق يعني، فبدنا نحاول قدر الإمكان طولة البال. يعني أنا عنا أولاد ومروا بهالمرحلة، مو كل ولد مثل الثاني، فكتير هي مرحلة صعبة كتير وحرجة، بس بدنا نكون عنا هدوء وعنا مثل ما أقول حكمة بالتصرف. وقت تكون الأم أو الأب ما عندهم الخبرة الكافية معلش يستعينوا بمرشدين، بمثلا أحيانا بعض الأطباء بيكونوا بيساعدوا، حتى لو أطباء نفسيين أو مرشدين أو موجهين أو معلم يكون هذا بيساعده أكيد. كمان دكتورة خلينا نحكي على في أسلوب بيتبعوه كتير من الأهل، اللي هو البنت خليها تكون رفيقة أمها والشاب خليه يكون رفيق أبوه، يحضر جلساته يروح معه على الشغل، الأم تاخذها على جلساتها من عمر مبكر. قدي هذا الشيء بيساعد أو لا نحن هيك عم نحرمهم من أنه هن يعيشوا مرحلة لازم يعيشوا فيها بإيجابياتها وسلبياتها لحالهم، ونكون نحن بعاد شوي، يعني ما نقطع هذا الخيط بين الأب والأم والابن، ما يكونوا رفقة لدرجة معينة بشكل ممكن يأثر غلط. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلأ دوما البنت هذا المفهوم اللي كنا قربينا عليه انه دوما رفيقة امها، هلأ هذا امر منيح ومحبب، لكن هي حتى تشعر بالامان احسن ما تتوجه لمثلا صديقة لها ما تكون هي تصرفاتها ايجابية. لكن لا يمنع كمان الاب يكون هو صديق لبنته كمان. عنا في نقطة انه الاب والام لكن كل واحد باتجاه، احيانا الشاب او المراهق في امور بيحكيها لامه ما بحب يحكيها لابوه بيخجل، لا وفي امور بحكيها لابوه ما بحكيها لامه، والبنت نفس الشيء. فلذلك خلي يكون الاثنين اصدقاء، لكن البنت بتميل اكثر لوالدتها، احيانا لخالتها ممكن، احيانا مثلا لقرايبه او صديقه لوالدتها بتحكي لها كل شيء اكثر ما تحكي لامها. هي النقطه اللي اكدنا عليها انه يكون في صديقه او صديق مقرب للعائله، اذا البنت مثلا في مشكله بينها وبين والدتها على فرض، ممكن ندخل هالصديق حتى الام تحل المشكله اكثر ما تتفاقم، لانه بدها تتفاقم بعدين يعني. طيب يمكن كنا نشوف سابقا دكتورة الموضوع أسهل على الأهالي، يعني قصة الاندماج اليوم وكيف فيني أنا أدمج هيدا المراهق بحيث هي المرحلة تمر بسلاسة وسلام، كنا نشوفها سابقا لما بالعطل أو الصيف بتلاقي الأب بيحب ياخذ ابنه ليتعلم شي شغلة، أو بيقول لك بفصل الصيف روح اشتغل مهنة لفعلا وقت فراغه يقضيه بشي مفيد ويستفاد ومنتج، وبنفس الوقت تحسي نوعا ما صار أنضج على بكير. هي النقطة كنا نشوفها كتير سابقا، اليوم ما كتير عم نشوفها لأنه انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الأجهزة الذكية أخذت حيز كتير كبير من حياتنا ومن حياة أطفالنا. هي قد ايه كان إلى دور إذا فعلا رجعنا فعلناها شوي شوي مثل قبل؟ هي الوسائل التواصل اللي ذكرتيها حضرتك هي صح انه وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عملت بعد بين انفصال بين المراهق او الشاب بين اهله بأسرته، عم يحب العزلة دوما، عم يحب الانطواء، عم يحب يكون بعيد. هلا البعض بيحب يرغب يطلع مع اصدقائه اكثر ما يروح مع اهله،
اصلا ما بيعرف اهلهم شو عندهم انشطه، وعندهم مثلا اذا عندهم بده يروحوا مشوار او زياره معينه، فهي بعدت صح انه صار في تواصل مع اصدقائهم، لكن فقدوا شيء كثير حيز مهم. نحن كان على دورنا كثير له دور اساسي، هي التربيه وهي الاجتماع مع الاسره. اولادنا للاسف هالفتره كثير فاقدينا. الدور اللي قلتي نحن ندخلهم هلا ممكن ما يرضى بمهنه معينه، لانه صار كمان حتى ابنك عم تخاف او دورات مهنه تمام، يعني ممكن نكون انه نعلمه نطور له مهاره عنده، يعني رسم هو بحب، ممكن مثلا بحب انشطه رياضيه يتعلم مثلا نوع من انواع الرياضه، التنس مثلا، السله، كره القدم اذا للشباب. البنات ممكن تدخل مثلا بمهاره معينه او تدخل بجمعيه معينه، هي تعزز هي المهارات اللي عندها، الجانب التطوعي اللي عندها، هي الجانب الانساني نطور لها اياه. فممكن العمل اذا هو عنده رغبه الشاب ندخله بعمل، بس نعرف مين رب العمل، مين هو خرج قدرات ابني، كمان ما ننظمه سوق العمل وهو صغير مراهق كتير صعب، وقد يتعلم من اصدقاء السوق كمان، احنا بغنى عن هذا الامر. فالاب كتير بده يكون عنده حكمه يختار له الشيء الصحيح، اذا كانت مهنه الاب مساعده او ممكن لانه الابن يكون معه هذا امر جيد، لكن اذا كانت احيانا في مثلا اعمال شاقه بتكون يعني لبعض الاباء، فممكن انا عند صديق بعرفه بثق فيه ايه بحط ابني، هذا بيخليه يعتز بنفسه وبيأسس نفسه، بصير عنده هو كمان مثل ما نقول بيطلع مصروفه الشخصي، هذا لحاله بيعمل له يعني ثقه بنفسه انه انا صار يعتمد علي بالاسره، هذا كمان امر كثير ايجابي ومحبذ. دائما بيحكوا عن تغير مفهوم عدد ساعات الجلوس مع بالاسره بشكل عام، وبيركزوا يمكن على الفرق بين النوعيه والكميه، يعني انا مو شرط اقعد 6 ساعات مع ابني لحتى اكون بعرفه او مع بنتي، ولكن النوعيه، نوعيه الجلوس تمام. نفسه قديه حتى هذا بيلعب دور مع المراهقين، يعني انا ممكن اليوم اقعد ساعه مع احد ابنائي بس هي الساعه تكون منتجه ومفيده واعرف كثير مشاكل ولاقي حلول، بينما اللي بيقعد 6 ساعات بوشه وبوش اولاده هو ما بيعرف عنهم شيء، قديه بتركزي على هي النقطه كمان؟ اكيد ساعه حوار مفيده بناءه افضل من يكون عده ساعات وهو الام ماسكه موبايله والاب ماسك موبايله والاولاد وهن في عندهم وهن بعالم ثاني اصلا، وعالم ثاني يعني. تمام، بيضحك لحاله وبيبكي لحاله وهو عم على الشاشه الصغيره، فهذا اكيد نقطه مهمه اشرتي لها انه فعلا هي ساعه الايجابيه نوعية. في مشكله معينه ممكن الابن او البنت المراهق يحكي انه انا عندي مشكله بدي احكيها، لما يحكوا بجلسه صراحه في عنا نحن التعامل بحب، بنقول نظره بحب، العناق بحب، هذا بيحتاجه المراهق كثير ونحن فاقدينه، يعني وخاصه الام اللي عندها مثلا شاب مراهق، رح نقول شاب لكن مراهق، وعندها طفل مثلا عمره 5 سنوات، بتعطي كل اهتمام للطفل، بتنسى هو له احتياجاته. انا لما بدي اجيب مثلا هديه للطفل عمره 5 سنوات هو لازم ما انسى، لكن الهديه تختلف حسب احتياجاته، ما اقول انه انا خلص ابني كبر وكبرت على هاي الامور، لا ابدا ما كبر، حتى لو صار بالجامعه بيحتاج الحنان، يمكن مثل ما يكون بالطفوله أكثر لكن بيختلف الحنان، هذا أمر كتير ضروري. طيب دكتورة بالختام نصائح أخيرة لكل الأهالي اللي عم يتابعونا واللي عندهم هلأ يعني فينا نقول طفل أو طفلة رح يبلشوا بمرحلة المراهقة، بعض الأسس الأساسية اللي فيني أنا أتعامل فيها مع طفلي وبنفس الوقت ما أضغط عليه نفسيا. هلا هو بدا يكون في شده وفيلين، احنا ما بنقول كل شيء لين، لا اكيد بدا يكون في شده وفيلين، بيكون حكمه الوالدين لما تكون الام بتشد الاب نوعا ما بيخفف الضغط، الام والعكس صحيح، ندخلهم بانشطه نحن قلنا مثل ما ذكرناها قبل قليل، تعزز لهم مهاراتهم وقدراتهم، نساعدهم نشوف شو في مشاكل، ما بقدر انا كأم حل له مشكلته، لا بدخل شخص على العائله نشوف شو احتياجاتهم، ما نبخل عليهم بالموده والعاطفه والحب لانه هن محتاجين، ما نقول كبروا على هذا الشيء، هاي العاطفه اللي عم نعطيها مثلا للغريب لا نعطيها لاولادنا، يعني احيانا ممكن لصديقه لصديقاتنا في عنا كثير هالعاطفه والمحبه، هي ضروريه لكن اولادنا بحاجه إلها، ما نخلينا ياخذوها من برا، ما بنعرف مين هو الصديق اللي حيقابله، فلذلك هذا امر كثير ضروري. يعني معلومات مفيده اليوم اخذناها من حضرتك، نتمنى كل الامهات والابهات اللي عم بيتابعونا يكونوا استفادوا وعندهم اولاد بسن المراهقه، شكرا كثير لوجودك معنا ويعطيك العافيه دكتوره. شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا لك دكتوره، يعطيك الف عافيه.